السلام عليكم، شلون الشباب؟ مقطع جديد لعبة راست. اليوم عندنا التحديث مال الزومبي، شلون تسوي زومبي يحميك وبنفس الوقت خليه يهجم وياك ويحافظ عليك، وتقدر يعني تستفاد منه بهواي شغلات. فأول شي الآلة اللي قلنا عليها بالفيديو اللي راح، انه راح تكون بس شكل، لا ضافوا لها الشركة شغلوها وخلوك تقدر تستفاد من عندها. يعني من جنة كرفتها بالايتم ب 200 متر صارت كرفتها تنزلها. من كنت الزومبي تحصل هاي القطع، وكل ما تكون هاي القطع هذا القطع هاي وهاي ذني يكون اقوى من هذني، راح يعطيك زومبي اقوى اللي هو يكون في اسمنت على ايده. نفس الوقت تجي من تشغل الماكينة الزومبي راح يصير بي حياة، وبنفس الوقت يطلع هنا دم على اليمين قد الهيلث مالته. من تضغط حرف بي راح تجيك هاي الاوامر اللي تخلي الزومبي بيها، اللي هي يا اما يناب مكانه يفتك، يعني يا اما يجي وراك كل ما يروح تشوفون هذا يركض وراك، يا اما انه الكومبات يقاتل اي واحد. راح اي شيء راح اسوي له انا هسه راح يروح هو يضربه. عشان تعال شفت هذا الخنزير بس خليه يوصل، مو شوي يركض بطيء. لا حبيبي تعال هذا الخنزير هسه اللي عندي، اركض وراي اركض وراي تعال ما تفلت هسه الخنزير قاعد يركض وراي علي، ما راح يضرب لان اني ما ضربت الخنزير. بينما اذا افعل الحمايه راح اخليه يحميني من اي واحد. انا فعل الجاد ما يصير جنبي دمي بس ضربت الخنزير راح يظل يمشي وراي الان. كنت لو ضربته كلش قوي يعني شفتوا خلال ضربتين دمر الخنزير وقتله. هذا النوع الاول من الزومبي اللي نرجع نسوي لنا نوع ثاني بس قبل السلامة كنا زومبي على الشارع حتى يعني نقدر نجيب من عنده خلاص من كل تشكيل نوع موارد زومبي بالضبط. يعني نختار الثاني هنا ننزل هذا الزومبي او خي ولي هذا ننزل هالنوعية ونقدر يعني ندمج بيناتهم. اوكي ما اقدر اشغل هذي لان عندي وقت اخفي ذاك الدستروي ادمره اسوي واحد جديد. خلنا نجيب لنا سلاح هيك تعال حبيبي هاي كومبات تشوفون هذاك الزومبي مجرد انه اني مجرد انه طلقه طلقه راح عليه يركض راح يروح يتفايت وياه او اي شخص مو شرط زومبي يعني اي شخص بالماب تعطيه طلقه واحده هو راح يخش عليه ودمه او دمه كلش عالي. خلنا راك هسه نفترض انه اعطيته طلقتين دمه صار 90 راح اجي امدكه ويرجع هيلث فول واخذه وياي الغير فايل. فهذا كان تحديث بسيط لهذا الاسبوع اللي راح ينتهي يوم الخميس، فلحقوا استمتعوا به. فشكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم.